الرئيس السيسي يواجه بتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة. الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل تلقي مشاركات ورؤى وأفكار مختلف الجهات استعداداً لإطلاق الحوار الوطني. زيلينسكي يقدر خسائر أوكرانيا بسبب الحرب بأكثر من نصف تريليون دولار، وبايدن يتوعد روسيا بمزيد من العقوبات. السادسة مساء في القاهرة، الرابع بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية ومستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%، وذلك في ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. كما وجه السيد الرئيس أيضاً بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. كما وجه السيد الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر، والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقة المتجددة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تلقيها عدد كبير من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات في إطار الحوار الوطني، وأكدت الأكاديمية استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة لتقوم بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار، ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار، نستعرضها في التقرير التالي. لا تقتصر الضربات الأمنية في مكافحة المواد المخدرة على ضبط العناصر القائمة على جلب وتهريب تلك المواد، بل تمتد إلى حرمانهم من الاستفادة من الأموال الطائلة المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي. من هذا المنطلق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من عنصرين لقيامهما بغسل 1,171,000,000 جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراضي فضاء بالقاهرة والدقهلية وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. كما وجهت الإدارة ضربة أخرى لمافيا غسل الأموال، حيث تمكنت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر بجنوب سيناء لقيامهم بغسل قرابة 62,000,000 جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات في محاولة منهم لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. واستمرارا للجهود الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، نجحت الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين بالمنيا لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة ومحاولتهما غسل 19,000,000 جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال قيامهما بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة وشراء أراضي وعقارات وسيارات بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. كما تمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالغربية لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وتربحهم لمبالغ مالية طائلة من وراء هذا النشاط الإجرامي ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لها بالبنوك ومكاتب البريد وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدر قيمة تلك الممتلكات بقرابة 8,000,000 جنيه. ومع الاستمرار في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحرمانهم من الاستفادة منها، نجحت الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالقاهرة والجيزة والقليوبية لقيامهم بغسل قرابة 7,000,000 جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وتستمر وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة كأحد صور المكافحة غير المباشرة لهذا النشاط الإجرامي، وتجريد العناصر الضالعة فيه من ثرواتهم الطائلة الناتجة عن هذا النشاط.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طن، وضبط 25.5 طن دقيق أبيض في مجال حجب السلع الاستراتيجية، وضبط 37.5 طن دقيق مدعم وسكر تمويني في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، كما تم ضبط ما يقرب من 39 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط 521 قضية من بينها 74 قضية خبز ناقص الوزن و 98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقرب من 119 طن أقماح محلية. شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة دافوس السويسرية. وخلال جلسة تحت عنوان الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ، استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التي تستضيفها وتترأسها في شرم الشيخ نوفمبر القادم مصر، واضحا أن هذه رؤية تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التي أعلنت عنها مختلف الدول على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية ويجعل تحقيقه في المتناول. وخلال مشاركته في المنتدى التقى وزير الخارجية سامح شكري بكل من الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزير خارجية الكويت، والشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر. هذا وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري نائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوضة ترويج لأسلوب الحياة الأوروبي مارغريتا تشيناس. تناول اللقاء مجمل أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكد شكري الإمكانيات الكبيرة لزيادة مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى ومشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والتدريب المهني والتعليم الفني. وانطلقت رسميا أعمال منتدى دافوس تحت عنوان التاريخ يقف عند نقطة تحول السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال، وتستمر الفعاليات حتى الخميس المقبل، وذلك حضوريا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم بعد تخفيف الحكومات الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا. في وقت يقف التاريخ فيه عند منعطف حاسم، تعود النخب السياسية والاقتصادية العالمية إلى دافوس بعد عامين من تعليق المنتدى الاقتصادي العالمي حضورياً بسبب وباء كورونا. آخر اجتماع حضره قادة المنتدى حضورياً كان في يناير من عام 2020، وفي تلك الأثناء كان مرض غامض قد بدأ يظهر في الصين مثيرا المخاوف، غير أن اهتمام العالم كان منصبا أكثر في المنتدى على مواجهة كلامية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والناشطة من أجل المناخ غريتا تومبيرغ. حال العالم تغير منذ ذلك الحين، فتفشى وباء كورونا على نطاق واسع محدثا صدمة للاقتصاد العالمي، ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض، كما تعطلت سلاسل الإمداد العالمية ومعها تزايد التضخم وبدأت عملية عسكرية روسية في أوكرانيا. وإن كانت الأزمة في أوكرانيا ستخيم على الاجتماعات، فإن برنامج المنتدى يتضمن كذلك مناقشات حول مواضيع شتى تتراوح بين التغير المناخي والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مروراً بالمخاوف من أزمة غذائية عالمية وحتى عالم ميتافيرس. فعاليات العام الحالي تشهد حضور نحو 2500 مشارك، بينهم العديد من رؤساء الشركات وأكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، فيما تغيب عنه شخصيات من الصف الأول مثل الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي مع استبعاد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. We'll be right back.
انضموا إلينا. وايت هاوس من الولايات المتحدة الأمريكية. الوزير أجري تاكري من ولاية مياسي. التالي. Brett Desmet. Chairman of AJS in Belgium. من بلجيكا. Emery Shepherd. Who is the director of Cambridge Zero, University of Cambridge. جامعة تمبرزيل في المملكة المتحدة. هؤلاء هم المتحدثين في هذه الجلسة. Okay. I'm going to start with you, Senator. So this is interesting. Came up to me before. أنك قد تحدثت معي من قبل أن نبدأ وقلت لا نستطيع أن نصرف أعيننا عن تقليل الانبعاثات. هل ترى أننا يجب أن نفعل شيء ونترك شيء آخر أم يجب أن نوازن بين كل الإجراءات؟ بالطبع نحن علينا أن ندعم التكيف مع التغير المناخ لأنه سيكون من غير العادل إذا فعلنا هذا. ويجب علينا كذلك أن نتذكر أن التركيز بشكل أساسي على التكيف مع تغير المناخ بمثابة أنك تعالج شخص مريض وتقول لن أعالج مرضك ولكنني سوف أعطيك عصا تتكئ عليها حتى تتمكن من السير. بالطبع التكيف أمر مهم للغاية ويجب علينا أن نعمل عليه وأن نظهر الدعم للتكيف مع تغير المناخ لأننا مسؤولون عن ما حدث في الدول، ولكن في نفس الوقت علينا أن نوقف الانبعاثات في نفس الوقت بحيث نعالج الوضع من جذوره. وطريقة لوقف الانبعاثات الآن هي أن نتعاون كلنا، ونحن هنا في منتدى الاقتصادي العالمي ولدينا جهات مختلفة والكل تحدث عن تغير المناخ وتأثيره على الأعمال. إن البنية التحتية الأساسية التي تم بناؤها في الولايات المتحدة الأمريكية كلها للأسف ضد إجراءات الحد من آثار تغير المناخ، لذلك يجب أن نهتم بهذه المسألة لأن هناك مجموعة معارضة لإجراءات مواجهة تغير المناخ، وهناك معترضون بسبب أنهم يستفيدون من استخدام الوقود الأحفوري والبعض الآخر غير مبالي. لذلك علينا أن نتحدث عن تغير المناخ. أنتم تتحدثون عنه من عالم مختلف، تعالوا إلى عالمي. ليس لدي أصدقاء يحاولون أن يعملوا على تسعير الكربون أو أشياء من هذا القبيل. هم يركزون على العمل فقط والأعمال، وكثير من الإجراءات اتخذناها ضد إجراءات تغير المناخ، وهذا أمر يجب أن نتعامل معه. إذا استطعتم إصلاح ذلك وتجعلوا الشركات مسؤولة عن تقليل الانبعاثات وتقليل استخدام الكربون، فبذلك سوف نقوم بحل جزء كبير من المشكلة. شيء آخر لفت انتباهي بينما كان الوزير يتحدث هو أننا لدينا صعوبة الآن في التحدث عن تغير المناخ. الناس تعرف ما الذي يحدث بسبب تغير المناخ، ما الذي تتعرض له أراضيهم، السماء، المياه، المنازل. مسألة التكيف والتحدث عن التكيف في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا أمر يمكن أن يخلق المزيد من الأعمال؟ لا، لأننا لا نعمل على هذا الأمر كثيرا، وتغير المناخ لم يكن جزء من حوارنا. جون ماكين ترشح للرئاسة، كان هناك ثلاثة أشخاص من السيناتورات يتحدثون عن تغير المناخ وآثاره فقط، وبعد ذلك المحكمة العليا أصبحت تتحدث عن الصناعات وتغير المناخ، وبعد تلك الصناعات قد واجهت الإجراءات وطلبوا القيام بها. إذا كنا نستطيع أن نقوم بعمل فإننا نستطيع أن نقف كذلك، وعلينا أن نعمل مجموعات مختلفة. نقول أن هناك شركات مستعدة لمراجعة بصمة الكربون الخاص بها، ويجب على كل الشركات أن تقوم بأمر مماثل، ويجب عليهم أن يظهروا الجدية في القيام بذلك. السيد باكري، أنت وزير البيئة والسياحة وتغير المناخ في بومبي، ونحن نعرف
خلاف ما يحدث الآن في الهند من ارتفاع درجات الحرارة، هل يمكن أن تقدم لنا وجهات النظر من الهند وكيف يمكن أن نتعامل مع الاستثمارات التي ترغبون في أن تروها؟ ما هي الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص التي تحتاجون إليها في الهند للتكيف مع تغير المناخ، خاصة مع عدد سكان 1 مليار تقريبا؟ لكي نكون صادقين، فالهند دولة كبيرة للغاية لديها كثير من الولايات وعدد سكان كبير، وبالنسبة لنا في كل أنحاء البلاد فإننا لا نستطيع أن نتوقع ما الذي سوف يحدث في الغد. نحن لدينا الآن الكثير من أحداث الطقس الحادة التي تحدث، فالشتاء مثلا كان قارسا وهناك ارتفاع في درجات الحرارة الآن، ونحن نتعامل الآن عن 43 درجة مئوية، لذلك نحن لا نعرف كيف سوف يتغير الأمر. نحن في مومباي نريد أن نكون مركز آمن، ولكن للأسف تعرضنا لثلاثة إعصارات على مدار عامين، لذلك كثير من كان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس وألقى كلمة منذ قليل نتابعها. Developing countries' public finances already being diverted away from essential services. تركز الآن على الخدمات الأساسية، ولذلك يجب أن نركز كذلك على مسألة التكيف مع تغير المناخ وتمويل التكيف مع تغير المناخ، خاصة في خلق نموذج أعمال يمكن أن يحفز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الحد من أثر تغير المناخ والتكيف معه. في COP27 فإنني أتطلع إلى الاستماع إلى وجهة نظركم للتأكد من أننا سوف نتعامل مع مسألة تمويل التكيف مع تغير المناخ وتوفير التكنولوجيات التي تحتاج إليها، مع تذكر أن ما نحتاج إليه في الدول النامية يجب أن يركز على التنمية المستدامة، ويجب أن نوضح كذلك أن مسألة الصمود تعد الأولوية الأساسية، ونقوم بذلك من خلال الشراكات بين القطاع العام والخاص، وكذلك حشد الموارد وتمويل تغير المناخ والمشروعات المرتبطة بها. وهناك رسالة قوية لطمأنة كل هؤلاء الذين تأثرت معيشتهم ودخلهم بسبب تغير المناخ بأننا لن نترك أحد يتخلف عن الركب. بعد ذلك أستطيع أن أؤكد على ما ذكر من قبل من خلال المتحدثين فيما يتعلق بCOP27 مؤتمر دول الأطراف، هذا مؤتمر خاص بالقارة الأفريقية ومصر دولة نامية، لذلك نحن سوف نبذل كل الجهد لكي نلقي الضوء على النقاش المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ وتمويله، والتعامل مع المسألة من منظور عملي، وكذلك إيجاد الطريقة التي نستطيع من خلالها رأب الفجوة بين التمويل المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ والحد من أثار تغير المناخ. والحل هو التعامل مع الواقع الموجود خاصة في العالم النامي والتبعات الخطيرة لتغير المناخ، وهذا يؤثر ليس فقط على الكوكب ولكن كذلك يؤثر على الأمن الغذائي، يمكن أن يؤدي إلى تبعات مدمرة فيما يتعلق بالهجرة، الصراعات وعدم الاستقرار، وهذا سوف يكون له تأثير على كل أنحاء العالم. لذلك يجب علينا أن نعمل على التخفيف من أثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ، وهذه الأولوية الأساسية لنا. وعلينا في مؤتمر الأطراف 27 أن نثبت أن المجتمع الدولي مستعد للتعامل مع مسألة التكيف مع تغير المناخ كما عملت على الحد من أثار تغير المناخ، ووضع آليات عملية في هذا الإطار، والتعامل مع المسألة كذلك من منظور التعاون بين القطاع العام والخاص لإيجاد السبل لتحفيز القطاع الخاص على العمل في هذا المجال، لأنه لديه تريليونات الدولارات المتوفرة للاستثمار، وهذه الاستثمارات سواء كانت ستوجه بشكل أساسي للدول النامية أم لا، فإن هذا يمكن أن يتم توجيهه إلى العالم النامي بشكل أكبر حيث يحتاج إلى هذا الدعم بشكل أساسي. شكرا. طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة فرض عقوبات قصوى بحق روسيا ووقف أي تجارة معها على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وفي كلمة له إلى منتدى دافوس دعا زيلينسكي لتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة،
كذلك طالب الرئيس الأوكراني بفرض حظر نفطي على روسيا وعقوبات على جميع مصارفها ووقف أي تبادل تجاري معها. وقدر زيلينسكي خسائر بلاده بسبب العملية العسكرية الروسية بأكثر من نصف تريليون دولار. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كل المؤشرات إيجابية وتفيد بأن الاقتصاد الروسي يتصدى بنجاح للعقوبات الغربية. وشدد بوتين خلال لقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أهمية الاعتماد على التعامل بالعملات الوطنية، الأمر الذي سيساعد على تعزيز قيمتها. من جهته قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه يجب وقف حرب المعلومات وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا وذلك لمنع التصعيد، مؤكدا أن الغرب أخطأ في تقييم الإمكانيات الاقتصادية لكل من بيلاروسيا وروسيا. قالت الرئاسة الروسية إن الغرب تسبب في أزمة غذاء عالمية بفرضه أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين يتفق مع تقييم الأمم المتحدة بأن العالم يواجه أزمة غذائية قد تسبب المجاعة، مؤكدا أن روسيا كانت دائما دولة مصدرة للحبوب يعول عليها وليست السبب في الأزمة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بطوكيو أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان وسط التوتر مع الصين وتداعيات الأزمة الأوكرانية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن روسيا يجب أن تدفع ثمنا طويل الأمد على عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو من الولايات المتحدة وحلفائها ستستمر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر أمريكية الصنع. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تدمر فيها القوات الروسية مدافع هاوتزرز من طراز M177 التي أعلن البنتاغون في وقت سابق هذا الشهر عن تسليم عشرات منها إلى كييف لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني. بدأت القوات الروسية عملية تطهير مجمع أزوفستال للصلب من الألغام الأرضية والحطام وذلك لتأمين الطريق أمام انتشار قوات بالقرب من محيط المصنع. وتأتي هذه العملية للحفاظ على ما حققته القوات الروسية من تقدم في مدينة ماريوبول. بعد سيطرة روسيا على مجمع أزوفستال للصلب آخر جيب في مدينة ماريوبول الساحلية التي تعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا والمستمرة منذ 3 أشهر من القتال بين الجانبين، بدأت القوات الروسية في إزالة الألغام والحطام من داخل المصنع. عملية إزالة الألغام والحطام في أزوفستال شهدت تفجير العديد من الألغام باستخدام الجرافات العسكرية وأجهزة الكشف عن المتفجرات، وتستمر العملية لمدة 2 أسبوع بحسب ما أعلنته روسيا لتأمين الطريق أمام تقدم القوات الروسية. عملية التطهير داخل المصنع تستمر بوتيرة متسارعة لتحكم روسيا سيطرتها على ماريوبول بشكل كامل وآمن في نفس الوقت، نظرا لأهميتها الاستراتيجية للتحكم في الطريق البري بين الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014. وخلال السنوات الماضية لعب المصنع الشهير دورا رئيسيا في اقتصاد المدينة الساحلية كواحد من أكبر مصانع التعدين في أوروبا، حيث كان يضخ أكثر من 4 ملايين طن من الصلب الخام سنويا. وتوقف المصنع عن العمل بسبب الأزمة الأوكرانية مما زاد الأزمة العالمية سوءا في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار. We'll be right back.
قالت المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين ان اكثر من 100 مليون شخص نزحوا قسرا عن ديارهم في جميع انحاء العالم. واوضحت المفوضيه ان الازمه في اوكرانيا كانت من العوامل التي دفعت الملايين للنزوح في ازمه لم تشهدها اوروبا منذ الحرب العالميه الثانيه. وسط لافتات رفعتها بعض الشعوب سواء للترحيب باللاجئين أو حتى رفضهم وحثهم على العودة إلى بلادهم، شهد العالم موجات من النازحين قسرا خلال السنوات القليلة الماضية. الأمم المتحدة حذرت من أن العمليات الروسية في أوكرانيا تسببت في زيادة عدد اللاجئين حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الرقم المثير للقلق يجب أن يهز العالم ويدفعه باتجاه إنهاء النزاعات التي تجبر أعدادا قياسية من الأشخاص على الفرار من ديارهم. وبعد أن كان عدد النازحين قسرا حول العالم خلال عام 2021 نحو 90 مليون شخص، دفعت الأزمة الأوكرانية بملايين آخرين إلى الفرار من القتال، حيث لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وغادر ما يقرب من 6.5 مليون أوكراني بلادهم، معظمهم نساء وأطفال، بينما تقدر الأمم المتحدة أن أعداد هؤلاء المغادرين قد تصل إلى 8.3 مليون بحلول نهاية العام الجاري. وبالإضافة إلى الحروب والصراعات، تجبر الفيضانات والزلازل على ما يسمى بالنزوح الداخلي، حيث أظهر تقرير نشر في 19 مايو الجاري وجود ما يقرب من 60 مليون نازح داخلي في كل أنحاء العالم العام الماضي، كثير منهم بسبب الكوارث الطبيعية. حذر صندوق النقد الدولي من تجزئة الاقتصاد العالمي نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنه يتعين على الدول خفض الحواجز التجارية لتخفيف النقص وخفض الأسعار، بعد أن قيدت أكثر من 30 دولة تجارة في الغذاء والطاقة والسلع الأساسية الأخرى، مشيرة إلى أن التراجع عن عقود من التكامل سيجعل العالم أكثر فقرا وأكثر خطورة. قال كبير أمناء الخزانة البريطانية سايمون كلارك إن معدلات التضخم مقلقة للغاية في البلاد، مما يستدعي إجراءات مشددة لبنك إنجلترا. وارتفع التضخم البريطاني الشهر الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1982، مما ضغط على وزير المالية ريتشي سوناك لتقديم المزيد من المساعدة للأسر وبنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من مخاطر الركود. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مقياس أسعار المستهلكين الرئيسي في سنغافورة في إبريل بأسرع وتيرة له منذ عقود، مدفوعا بارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية. وصعد معدل التضخم الأساسي إلى 3.3% في إبريل على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2012. وشدد البنك المركزي السنغافوري سياسته النقدية الشهر الماضي، حيث شددت الدولة إجراءاتها ضد الأسعار المرتفعة التي تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا وعقبات الإمدادات العالمية. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. وكالة الصحة الأوروبية تقول إن خطر انتشر على نطاق واسع منخفض للغاية. استقبل الإمبراطور الياباني ناروهيتو الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو. تأتي زيارة بايدن لليابان ضمن جولة آسيوية هي الأولى له منذ توليه السلطة.
ويعد الاجتماع بين بايدن والإمبراطور الياباني هو الأول بين الجانبين في منصبهما الحالي. وكان قد سبق لقاؤهما في ديسمبر من عام 2013 كولي لعهد اليابان ونائب للرئيس الأمريكي في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من طوكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب مباحثتهم اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو. أننا اليوم استثمرنا في التعاون بين دولتينا وقدمنا نتائج إيجابية لشعوبنا، مثلا عملنا على تطوير شبكة 5G أو 5G، وقد قمنا بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا سيما فيما يتعلق بأشباه الموصلات. وبالاستجابة إلى أزمة كورونا فقد بنينا نظام صحي وتعاوننا في هذا المجال أيضا، ونأمل أن نتعاون أيضا في الأزمات الصحية المقبلة من خلال العمل مع مركز الصحة الأمريكي CDC واليابان. وبعد ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مع 11 دولة أخرى ستطلق الاتفاق الإطاري الاقتصادي الذي يلزمنا بالتعاون مع الدول المنطقة للتصدي للتحديات التي نواجهها في القرن 21. أشاد المستشار الألماني أولاف شولتز بمهمة قوات بلاده في النيجر معتبرا إياها ناجحة. وقال شولتز خلال أول زيارة يقوم بها لقوات بلاده في الخارج في القاعدة العسكرية بمدينة تيليا النيجرية إن الجيش الألماني يقوم بأمر غير عادي. ووصل المستشار الألماني نيجر قادما من السنغال ضمن جولة أفريقية تضم أيضا جنوب أفريقيا. وبحث شولتز في داكار مشاركة السنغال في مشاريع لتطوير مواد ريد الغاز. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السنغالي ماكي سال عقب المباحثات بين الجانبين، قال شولتز إن ألمانيا تشارك في مشاريع للطاقة المتجددة أو تخزين الطاقة في السنغال. كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى مناقشة التداعيات والتأثيرات الجيوسياسية للعملية الروسية في أوكرانيا. قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن خطر انتشار مرض جوردري القردة منخفض للغاية لكنه مرتفع لدى مجموعة معينة. وأوضحت مديرة وكالة الصحة الأوروبية أندريا مون أن معظم الحالات الراهنة صاحبتها أعراض خفيفة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة المعنية بالأمراض المعدية في الدنمارك تأكيد أول إصابة بالمرض في البلاد. نصح خبراء الصحة بالمملكة المتحدة الأشخاص الذين يتعاملون مع مصابين بجدري القردة بعزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع وتجنب الاختلاط بالأطفال. وحثت الإرشادات الجديدة الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الذين لديهم اتصال مباشر غير محمي أو اتصال بيئي شديد الخطورة على العزلة الذاتية. أعلنت وزارة الصحة توافر 14,300 عبوة من الألبان الخاصة بالأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، وذلك في 25 مركزا تابعا لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية. وأوضحت وزارة الصحة أن الإدارة العامة للحد من الإعاقة تقوم بتوفير 23 نوعا من الألبان العلاجية للأمراض المختلفة، ويتم صرفها بالمجان من خلال مراكز علاج الأمراض الوراثية.
وقع محافظ القاهرة خالد عبد العال ورئيس صندوق التنمية الحضرية خالد صديق اتفاقية تعاون لإدارة الوحدات المنشأة بمشروع الخيالة بالبساتين. وقال محافظ القاهرة إن مشروع الخيالة الذي أقامته الدولة بديلا للمناطق غير الآمنة بمصر القديمة يتكون من 42 عمارة سكنية أرضي وتسعة أدوار متكررة بإجمالي 2268 وحدة سكنية يتم تسليمها لمستحقيها مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة. أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط قافلة طبية مجانية بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح. ويأتي ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ونجحت قافلة في توقيع الكشف الطبي على حوالي 1000 مواطن في 10 تخصصات طبية. القافلة ممتدة على مدار يومين، قافلة طبية علاجية مجانية على مدار يومين تخدم أكثر من 2000 مواطن، يعني يعتبر أكثر من 20% من السكان. خدمة ممتازة، خدمة أخصائي أطباء في جميع التخصصات، خدمة التقارير الطبية، خدمة العلاج، خدمة العلاج عن نفقة الدولة، استخراج قرارات فورية للعلاج عن نفقة الدولة. احنا النهاردة في القافلة الطبية بنقدم خدمة الصيدلية والعلاج المجاني للمرضى. الأدوية كلها متوفرة بكميات كبيرة بتكفي جميع بكميات وبأصناف كتيرة جدا، بتكفي جميع الأصناف اللي بيحتاجوها الأطباء في جميع التخصصات. الكميات كبيرة، عندنا الناس هنا بتستفيد كويس جدا من الأمور دي، فنتمنى فعايزينها تبقى متوفره دايما باستمرار، لان هنا في عدد كبير بيستفيد قوي من القوافل الطبيه. تتواصل اعمال المبادره الرئاسيه حياه كريمه في قرى محافظه بني سويف، وبمتابعه تنفيذ المشروعات بمركز ناصر والمشروعات التي يجرى العمل بها بنطاق الوحده المحليه باشمنت، فقد تم انجاز مشروع مجمع الخدمات ومشروع المجمع الزراعي ومحطه الصرف الصحي والمجمع الطبي. أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية النصر التابعة لإدارة سفاجة الصحية بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 79 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 18 فحصا معمليا وإجراء 8 أشعة وسونار، كما تم إجراء 11 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. شهدت قرى درب الأربعين بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت أعمالها بالقرية لمدة يومين. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بقرى درب الأربعين بإجمالية 400 مواطن استفادوا من أعمال القافلة. انطلقت قافلة طبية من جامعة قناة السويس تضم 10 تخصصات متوجهة إلى مدارس الفكرية والنور ومدرسة عثمان أحمد عثمان لتقديم الخدمات الطبية لذوي الهمم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم الكشف على 459 حالة وتقديم العلاج لأسرهم والعاملين بالمدارس الثلاث، كما وافق رئيس جامعة قناة السويس على تحويل 3 حالات للمستشفى الجامعي لاستكمال الكشف والفحص وإجراء التحاليل اللازمة. النهاردة في قافلة خاصة بذوي الهمم بتجمع تقريبا ما يقرب من 11 تخصص، تقريبا ضم كل التخصصات. القافلة النهاردة في مدرسة عثمان أحمد عثمان، يعني في تعاون كبير من طاقم الجامعة وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أهلا بكم مجددا. انطلق المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. ويشارك بالمنتدى عدد من المسؤولين العرب وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، ويعد مبادرة تتسق مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نظم البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، التجارة البيئية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك في نسخته الأولى، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 من مايو الجاري. حرصنا كبرلمان عربي أن تكون لدينا مبادرة عربية للدفع بتكتل عربي اقتصادي مهم ينافس أو يكون في مستوى متوازي مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى. فالوضع العالمي وضع متغير ووضع خطر، يجب على الجميع أن يكون مستعد له. يأتي المؤتمر اتساقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البيئية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية. المنظمة العربية الإدارية النهاردة نكون أن يبقى في شراكة بينها وبين البرلمان العربي لمناقشة المواضيع الخاصة بالزراعة والتنمية والاقتصاد للدول العربية، فشيء طبعا ده إذا دل فيدل على الحراك الاقتصادي اللي المفترض في المرحلة الموجودة تكون على مستوى وكافة الدول العربية. المؤتمر يهدف لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية، وفي ضوء أيضا تبني الدول العربية لخطط اقتصادية طموحة داخليا وخارجيا تجعلها تتلقى في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لها. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الأخبار الاقتصادية لدى رغدة أبو ليلى، تفضلي رغدة. شكرا لكم إيمان منصور وسحر ناجي. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تستهدف حجم إيرادات خلال العام القادم يصل إلى 1.5 تريليون جنيه، فيما تستهدف أن تصل حجم المصروفات إلى 2.1 تريليون جنيه. وأوضح المركز الإعلامي في عرض معلوماتي حول مستهدفات الموازنة المالية الجديدة أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة إلى 376.4 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6%، وسيكون للأجور تعويضات للعاملين نصيب مهم من مخصصات الموازنة، حيث يتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة. ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن خفض معدل الدين من أهم مستهدفات الموازنة الجديدة، حيث يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. أعلن مركز معلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 362 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي. وأوضح المركز أن قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات بلغت 184 مليون دولار بنسبة 72%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات خلال شهر يناير 178 مليون دولار لتنخفض بنسبة 23% عن الشهر السابق. عقد رئيس البورصة المصرية محمد فريد لقاءين مع كافة الأطراف ذات الصلة
بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، وذلك لصياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم. وقال رئيس البورصة المصرية إن اللقاءين شهدا حوارا مع كافة الأطراف لتقييم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم، كذلك بحث كيفية التوصل إلى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس. وأضاف رئيس البورصة أن اللقاءين شهدا تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وذلك للعمل على إزالة كافة المعوقات مع تبسيط المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية. وإلى البورصة المصرية، حيث سجلت المؤشرات ارتفاعات طفيفة عند الإغلاق مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 688.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10462 نقطة ليغلق عند 10514 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.5%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1841 نقطة ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، مسجلا 0.1%. كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2771 نقطة ليغلق عند مستوى 2775 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.12%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.43% للشراء و 18.35% للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 19.64%، 19.55%. الجنيه الإسترليني 23.18%، 23.07%. الدرهم الإماراتي 5.2%، 4.99%. أخيرا الريال السعودي 4.91%، 4.89%. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1856.41 دولارا للأوقية، وعيار 18 وصل إلى 830 جنيها للجرام، أما عيار 21 وصل إلى 1085 جنيها للجرام، عيار 24 1240 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8680 جنيها. أنهت أغلب مؤشرات الخليج التعاملات على تراجع، مع خشية المستثمرين من أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيقودان آفاق نمو الاقتصاد العالمي. وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.8%، كما تراجع مؤشر الأسهم في بورصة أبوظبي 2.2%، كما امتدت الخسائر للمؤشر الرئيسي لبورصة دبي ليتراجع بنسبة 2.5%، مسجلا أكبر تراجع في المنطقة. وتراجع كذلك مؤشر البحرين بنسبة 0.6% في ختام الجلسة. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى إيمان منصور وصاحر راجي، إليكما. شكرا جزيلا لك رغدة. أعلنت سلطة الطيران المدني الكويتي توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت مؤقتا بسبب الغبار والأتربة نتيجة العاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد. وأوضح الطيران المدني أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات في مطار الكويت فور تحسن الرؤية، بينما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية من اشتداد العاصفة خلال الساعات المقبلة، وتستمر حدتها حتى الساعات الأولى من صباح غدا الثلاثاء.
بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يواجه بتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة. الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل تلقي مشاركات ورؤى وأفكار مختلف الجهات استعدادا لإطلاق الحوار الوطني. زيلينسكي يقدر خسائر أوكرانيا بسبب الحرب بأكثر من نصف تريليون دولار، وبايدن يتوعد روسيا بمزيد من العقوبات. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.